مرحبا بكم. هل تعرفون من يجيد اللغتين العربية والإنجليزية؟ نبحث عن شخص مهتم بالنمو الشخصي والتعرف على البودكاست. نحن بحاجة إلى شخص لملء منصب تطوعي كمترجم وراوي لبودكاست One Kind Moment، لحظة لطيفة. سيشارك هذا البودكاست عملية إعادة تشغيل الحلقات السابقة حتى نملأ هذا المنصب. إذا كنت تعرف شخصاً مهتماً، أطلب من الاتصال ببروس وين ماكلين، المنتج التنفيذي للبودكاست، على bros@broswaynemaclean.com. هذه المعلومات واردة في وصف الحلقة. شكراً لكم وأراكم لاحقاً. عندما لم يكن لدي النضج والرحمة لأخذ احتياجات الآخرين في الاعتبار، فقد تسببت في الكثير من الضرر. بيتر كيوت. من السهل إحداث ضرر عندما نفتقر إلى الوعي. في شبابي كنت أفتقر إلى هذا الوعي، وقد أذيت الأشخاص الذين اهتممت بهم في هذه العملية. إيقاظي أفضل الذات يتضمن تطوير ممارسة التعاطف. حتى لو لم نشارك تجربة مشتركة، فإن التعرف على معاناة الآخرين واحتياجاتهم يعد خطوة أولى ممتازة. يمكن أن يتبع ذلك الرغبة في تقليل معاناة الآخرين، ويمكن أن تؤثر الأفعال والكلمات الطيبة بشكل إيجابي على من حولنا. كلمة طيبة يمكنها أن تشفي عالمنا.